أهلا بكم. الحوار الوطني أحدث حراكا كبيرا غير معهود في الحياة السياسية المصرية. لغته مختلفة تماما في جلساته العلنية بكل أو يطرح فيها كل من آراء متباينة لترسم للمواطن صورة عما يحدث، لأن تلك المناقشات تمس حياته بشكل مباشر. وخلال جلسات الحوار الوطني ظهر الجميع، شخصيات عامة وسياسيون يتحدثون بكل حرية وبدون خطوط حمراء في كل القضايا المطروحة على طاولة الحوار. هناك طرح غير مسبوق، رؤى وفلسفات في كل الاتجاهات. ولأنه حوار الشعب للشعب، فما يحدث داخل أروقة الحوار الوطني يعبر بصدق عن حالة الحوار الوطني الحقيقية. وجوهر القصة أن مساحات الثقة تتسع أو تنسج خيوطها سريعا وفي أقرب مما يظن الجميع، كما أن ما يحدث في الحوار الوطني يعتبر متصلا بصورة للدولة بشكل عام. وعليه وعلى القائمين مجهود كبير للسير في الطريق للأمام، مدفوعين بشراكات الكافة ممن حضروا وشاركوا في حوار شعبي بامتياز يناقش قضايا تتصل اتصالا مباشرا بكل ما يهم المواطنين. فبعد أسبوعين تناولت جلساته أغلب القضايا الملحة والمهمة، وسيتم صياغة تلك التوصيات لعرضها على رئيس الجمهورية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من الحوار الوطني، نطل فيها معكم من الآن حتى 9 مساء. مصرنا العزيزة الغالية تستحق منا أن نبذل من أجلها الجهد. اسلمي يا مصر إنني الفدا، والعرق والدم من تجمعنا على حبها. دامت سماؤك بردا وسلاما، للنعيم موطنا وموعدا، لك يا مصر السلام وسلاما يا بلادي إن رمانت. هي الغاية وهي الوسيلة دائما. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. واسلمي في كل حين. تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة. ما
منذ أن دعوت إلى الحوار الوطني فقد تابعت عن كثب وباهتمام به الإجراءات التحضيرية له وتهيئة الأجواء لإتمامه، مؤكدا على حضرتكم جميعا بأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية. وأن أحلامنا وآمالنا تفرض علينا أن نتوافق ونصطف للعمل ونجتمع على كلمة سواء. أهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما قلنا في المقدمة حلقة اليوم هتتناول موضوعات مطروحة على طاولة الحوار الوطني سواء بالبحث والتدقيق والنقاش. الجزء الأول من الحلقة هنناقش فيه ما توصلت ليه لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وسنتطرق لمناقشة قضية من القضايا المثارة على المحور السياسي للحوار الوطني وهي عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين، ده إن شاء الله في يوم الحد القادم، بالإضافة كمان للنظم الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ في ظل الضوابط الدستورية، وده اتكلمنا مع حضراتكم فيه، ده كان موجود في الجلسات الأولى أو الجلسة الأولى يعني من المحور السياسي. هيكون ده إن شاء الله الجزء الأول مع ضيوفنا في الاستوديو، النائب الدكتور محمد شوقي عبد العال مقرر مساعد لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني، أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. والنائب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، بنرحب بحضرتك. أهلا بيك. الجزء الثاني هنخصصه عشان نقول لحضراتكم يعني تكملة حلقتنا، الجزء الثاني هيكون فيه بقى مناقشات دارت في لجنة النقابات والمجتمع الأهلي، وده حول قانون طبعا تنظيم العمل الأهلي، لائحته التنفيذية، التقديم على التراخيص وما إلى ذلك، والبحث عن حلول لتحديات النقابات والتعاونيات، وكنا فتحنا مع حضراتكم أيضا هذا الجزء الخاص بكيفية الاستفادة من التعاونيات المختلفة الزراعية والصناعية وما إلى ذلك. كمان ده هيكون منورنا في الاستوديو ضيفنا الاستاذ مجدي البدوي مقرر مساعد لجنه النقابات والمجتمع الاهلي بالحوار الوطني، ده ان شاء الله هيكون الجزء الثاني. طبعا بنعرف حضراتكم بيكون معانا على مدار الحلقه سواء عرض معلوماتي عن كل ما يتم او سيتم في الفتره القادمه، بيكون معانا اسئله للمواطنين في الشارع، بيكون معانا موجز خاص بالحوار الوطني. خلينا نبدا على طول بفقرتنا الاولى مع زميلتنا حبيبة عمر عشان تعرض شرح عن القضايا المطروحة ضمن المحور السياسي للحوار الوطني اللي بتناقشه لجانه المختلفة والقضايا المهمة اللي فيه. أهلا بيك يا حبيبة وإليك. شكرا ليك يا محمود، وبالتأكيد برحب بضيوفك الكرام وأهلا بحضراتكم مشاهدينا. يعد المحور السياسي من أهم محاور الحوار الوطني خاصة، وإنه يناقش عدد من القضايا والملفات التي طالما نادت العديد من القوى والأحزاب بطرحها لنقاشات موسعة. ويشمل المحور السياسي لجان فرعية تركز على الحقوق السياسية والعامة وتعزيز المشاركة السياسية ودعم دور الأحزاب ومنظمات العمل الأهلي، ويضم أيضا تشكيل اللجان مجموعة متنوعة من النخب الأكاديمية والنقابية والسياسية الحزبية. وفي مقدمة لجان المحور السياسي تأتي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابية، والتي جاء على رأس موضوعاتها النظام الانتخابي في ظل
ظل الضوابط الدستورية والإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية. أما لجنة المحليات تناقش قانون المجالس الشعبية المحلية وقانون الإدارة المحلية نحو اللامركزية، وتناقش لجنة الأحزاب السياسية عدد من الموضوعات الهامة مثل قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب والحوكمة المالية والإدارية داخلها. اللجنة الرابعة هي لجنة النقابات والعمل الأهلي، والتي يأتي على قائمة أولوياتها قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحاته التنفيذية وحل المعوقات أمام العمل الأهلي وتحديات العمل النقابي. اللجنة الخامسة ضمن المحور السياسي هي لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتناقش موضوعات هامة منها أوضاع مراكز الإصلاح وتعديل أحكام الحبس الاحتياطي وحرية التعبير والرأي وقانون حرية تداول المعلومات وغيرها من الموضوعات الهامة. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا مفصلا للمحور السياسي بالحوار الوطني وأهم اللجان التي يتضمنها. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة، وعودة مرة أخرى للزميل محمود السعيد لاستكمال فقرات برنامج الحوار الوطني. إليك محمود. شكرا لك طبعا يا حبيبي على هذا العرض، وإن شاء الله مستنيين طبعا موجز الحوار الوطني وما يتم أيضا من عرض سواء على الشاشات أو من خلال التقارير. شكرا جزيلا ليكي مرة تانية، وخليني أرحب بضيوفي مرة تانية وبرحب بحضراتكم. وزي ما احنا قلنا في المقدمة طبعا هنناقش ما سيتم في يوم الأحد القادم الخاص بعدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أو التفرغ من هذين الموضوعين، وطبعا هنتكلم عن مدار يعني قليلا في، لأن احنا فتحنا هذا في حلقة كاملة عن فكرة التمثيل النيابي وما إلى ذلك. خلينا نبدأ مع يعني الدكتور وفكرة لجنة الحقوق السياسية، ومنتظر منها يعني أشياء كثيرة، وطبعا حضرتك موجود في مجلس الشيوخ ومن المنتظر أيضا فكرة العدد وما إلى ذلك. هل تم بالفعل أيضا مناقشة ذلك داخل مجلس الشيوخ؟ وهل من مقترحات ممكن تكون متشابهة مع ما سيتم عرضه يوم الأحد القادم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا. زي ما حضرتك تفضلت كده، لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بتتناول بالأساس النظام الانتخابي، وده اللي تم حواليه النقاش في الجلستين الأوليين من أعمال الحوار، ثم ستتطرق لقضايا أخرى زي ما حضرتك تفضلت وأشرت، قضية أعضاء المجلسين، عدد الأعضاء، عدد أعضاء مجلس النواب وعدد أعضاء مجلس الشيوخ، وقضية التفرغ للعضوية. الموضوعين دول هيكونوا هم محور الحوار يوم الأحد القادم بإذن الله. زي ما ربما يعني المشاهدين الكرام سمعوا قبل ذلك، في الجلستين الأوليين دار النقاش حرا طليقا شاملا للجميع، كل من أراد أن يتكلم تكلم، وكل أبدى رأيه بشكل محترم للغاية، ويعني يكاد يكون الحوار انتهى إلى وجود تيارين كبيرين، أحدهما يتمسك بفكرة القائمة المطلقة مع تمثيل فردي، يعني فردي وقائمة مطلقة، والتيار الآخر فردي وقائمة نسبية. لم يلتقي الطرفان في نقطة سواء حتى هذه اللحظة، وبالتالي ما زال الأمر على ما هو عليه، فريقان زي ما قلت لحضرتك. وده هيبقى ربما يكون موضع نقاش، ربما يكون محدود الحضور نسبيا علشان ننتهي إذا أمكن إلى تصور واحد، أو سترفع توصيتان إلى السيد رئيس الجمهورية. ده فيما يتعلق بما حدث. فيما يتعلق بما سيحدث إن شاء الله في الأحد القادم، الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجلسة زي ما حضرتك تفضلت وأشرت، هما موضوعان: موضوع العدد، عدد أعضاء كل مجلس من المجلسين، ومسألة التفرغ للعضوية. حتى اللحظة مفيش، ده لسه هيعرض، فيعني مفيش تصور مين هيقول ايه.
وبرضو ده لم يطرح إجابة على سؤال حضرتك على الأقل في مجلس الشيوخ، لم يثر هذا الأمر لأنه ده مرتبط بشوية اعتبارات، من بينها عدد الناخبين، من بينها اتساع مدى اتساع الدوائر الانتخابية، فدي مسائل فنية يعني تكنيكية شوية، هتعوز إننا نشوف الناس بقت قد إيه، الناخبين بقوا قد إيه، طب كل كام من الناخبين نحدد له نائب، ومساحة الدايرة مين يقدر على دايرة واسعة ومين إلى آخره، فده هيبقى موضع الحديث في الجلسة القادمة. أيضا سيكون موضع الحديث فيها مسألة التفرغ للعضوية، لأنه في الحقيقة الأصل في العضوية في المجلسين هو التفرغ، عضو المجلسين متفرغ لعمله النيابي، لأنه العمل النيابي ده عمل كبير يعني ما بين تشريع ورقابة وغيره، يعني قصة كبيرة، فهذه المسألة تستدعي تفرغا، لكن الكلام ما هي حدود هذا التفرغ؟ يعني هل التفرغ معناها أنه لو واحد طبيب يسيب العيادة بتاعته، واحد محامي يسيب المكتب بتاعه وقس على هذا، ولا مثلا واحد نقول رئيس جامعة، نقول عميد كلية، نقول إلى آخره، طب لو رجل أعمال مفهوم إلى آخره. طب هنرد على الحاجات دي برضو يا دكتور، وليه إنه ممكن التفرغ يبقى مفيد، بس خليني أروح لست نائب سيد، وإحنا بنسأل دايما رؤساء الأحزاب يعني سؤال عام عن الانطباع، المشاركة بشكل كبير، وجه الاستفادة لحد دلوقتي من التواجد في جلسات، وأنا عارف أن حضراتكم كتير بتبقوا موجودين في أكتر من جلسة في اليوم الواحد كمان، فبشكل عام قبل ما نتخصص شوية في يعني مادة تريد الأحزاب. هو الحوار الوطني ودعوة الرئيس للحوار ده عمل حالة غير مسبوقة في تاريخنا الحديث، ان يعني تقدير ان اللي شارك في الحوار منذ دعوة الرئيس حتى بداية جلسات الحوار على مستوى الجمهورية مش اقل من يعني 5000 واكثر في المحافظات المختلفة، متقسمين على المحافظات المختلفة، لان الكل اهتم بالحوار، بقى الحوار في النقابات وما بين الاعضاء وبعضهم وفي الجمعيات الزراعية، والكل عنده طموح وتطلع لان هذا الحوار يحل مشاكل مباشرة أو يفتح طريق لمستقبل. الهدف من الحوار احنا شفناه في حزب التجمع، ده سبب هدف مهم، إنما في سبب تاني هو استمرار إمكانية الحوار بين الأحزاب والقوى السياسية ومكونات المجتمع المدني بلا شروط مسبقة، وبلا شروط مسبقة دي تبقى عامل من عوامل النجاح، وبلا تدخل حكومي أثناء الحوار برضو للتأثير على الحوار. نجح مجلس، بس أنا آسف المقاطعة، بس ده مش معناه برضو أن ده موجود هذا التدخل الحكومي، ولا حضرتك تقصد أن ده موجود دلوقتي؟ لا مش موجود، ما أنا ده بقول يعني أنا استكمل بنفس الشكل تقصد. لا أنا عايز ده الإفادة يعني. أن نجحت مجلس أمناء الحوار، نجح في إعداده للحوار، ودعوة بتاعت الرئيس نفسها واضحة إن هي حوار بين القوى الوطنية، مش حكومة والقوى الوطنية ولا الحزبية، فواضحة يعني. وبالتالي كل عوامل نجاح الحوار كانت متوفرة قبل ما يبدأ، بشرط أن كل يعي أن هذه هي العوامل المتوفرة، وبالتالي ما فيش شروط مسبقة، ما فيش استباق للنتائج، إن الغاية من الحوار، الحوار ذاته في حد ذاته ده قيمة، المنتج بتاع الحوار مش هيرضي كل الناس بنفس الدرجة، لكن هو منتج توافقي، وحيث ان هو منتج توافقي يقبل ان احنا ننفذه مع بعض، لانه بيحقليش كل اللي انا عايزه، لكن ما بيهدرش كل اللي انا قلته أو وهنا انا بتكلم مش بقى عن الاحزاب، انا بتكلم عن القوى الاجتماعيه نفسها. مزبوط. يعني منتج الحوار هيبقى بيعبر عن عمال وفلاحين وطبقه وسطى ومهنيين ومفكرين ورجال اعمال، بيعبر عنهم بقى سياسيين ونقابيين وكده يعني، فبالتالي هو لا بيعبر عن حزب بعينه ولا بيعبر عن مفكر بعينه. هل ده خلق ثقه يا سياده النائب؟ يعني هل فعلا كان في انا يعني مش انا بسال عشان كان الاجابات او اراء الناس، يعني ده فعلا مع
المده القصيره حتى نقول في الجلسات الفعليه، لكن زي ما حضرتك بتقول احنا بقالنا سنه وشايفين هذا الزخم يعني، لكن ده خلق فعلا ثقه من قبل الاحزاب انها حاسه بثقه اكتر في الحوار الوطني. احنا بالنسبه لحزب التجمع ما كانش عندنا اي شك في جدوى وامكانيه نجاحه اذا وعى الجميع والجميع توصل لده بعد كده يعني مع الوقت، ان اي حوار يبدا لازم يبدا على ميه بيضاء، محدش يحط شروط عشان اجي الحوار. واذا حد تعثر الحوار يبقى بمزيد بالحوار من جواه، وده انا عايز اشهد للجلسات وادارتها بانها بتعمل ده. يعني بيتسمع اراء متباينه جوه الجلسات دلوقتي، متباينه خالص يعني. لكن نلاقي ما يبقى بيتم الدعوه لمائده خبره، فاللي هو بيمثل اقليه مدعو على مائده الخبره اللي هي هتنعقد، وهو كان ممكن يبقى مش متوقع يعني. المفروض ان الاغلبيه واضحه اهي من الحديث من الكلمات وكده. فطيب ايه احنا شفناه كمان كحزب التجمع في مساله الحوار الوطني؟ احنا في 30 يونيو، ثوره 30 يونيو هي ثوره شعب دعمها وأيدها وساندها أبناء الشعب في القوات المسلحة. هذا الزخم الشعبي أعتقد، وأنا يعني أدعي أن أنا مصيب في ده، أن الرئيس كان أحد مستهدفات الحوار بالنسبة له الحفاظ على هذا الحشد الشعبي والزخم الشعبي وراء مشروع تنموي اللي هو سماه الجمهورية الجديدة، اللي هو في الدستور كمان وأولويات العمل الوطني، وهو اسمه برضو نفس المسمى. فالحوار يقدر يستمر بحالة الحشد دي. آخر نقطة إن الآن لأول مرة في تاريخ مصر عندنا آلية للخلاف والاتفاق، أما نختلف بعد كده في أي حاجة عندنا آلية الحوار الوطني نستدعيها، نستخدم هذه الآلية ونمشي عليها. طيب قبل ما أرجع لحضرتك يا دكتور وفكرة ليه، عشان الناس تفهم هو يعني ايه، يعني ايه اللي هيفيدني او ابقى انا عارف انه النائب سواء في مجلس النواب او مجلس الشيوخ متفرغ وده بيأثر قد ايه، وفكره انه يعني رجل اعمال هو صاحب شركه فممكن يبقى ليه مصلحه معينه، وممكن واحد في محافظه او شغال وما الى ذلك، هذه التداخلات. بس هستأذن حضراتكم زي ما قلنا في بدايه الحلقه، هيكون معانا بس تقرير هقدمه للساده المشاهدين، وده عن ابرز القضايا الموضوعه على اجنده المحور السياسي بالجلسات النقاشيه بالحوار الوطني في الاسبوع الثالث. يمكن انا قلت عناوين لكن التقرير ده هيبسط لكم الموضوع اكتر. منذ انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني حتى أخذت على عاتقها فتح كل الملفات والقضايا الشائكة دون مواربة أو خطوط حمراء، وفي الأسبوع الثالث من الجلسات النقاشية من الحوار الوطني تعتزم لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالمحور السياسي مناقشة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين. تلك القضية التي تحمل في طيتها الكثير من التفاصيل المهمة والتي سيكون لها بالغ الأثر على البرلمان بغرفتي وسير العمل بهما. كما تناقش اللجنة النظم الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ في ظل الضوابط الدستورية، وهي بالتأكيد قضية بالغة الأهمية والضرورة والتي يثور حولها دائما نقاش يصل أحيانا إلى حد السجال، إلا أنه في مجمله نقاش صحي رغم ضراوته وضروري رغم حدته، من أجل طرح كافة الأفكار من مختلف الاتجاهات وانتقاء ما تم التوافق عليه بهدف خدمة الوطن والمواطنين. طيب هنرجع مرة تانية وسألنا دكتور محمد شوقي، ويا دكتور أنا بسأل السؤال ده وعملنا التقرير بقى في حتة اللي هو السسبنس عشان الناس تبقى سامعة، هل ده من منطلق اللي احنا عرضته في السؤال إن ممكن يبقى فيه تضارب للمصالح، تعطل في اتخاذ قرارات ممكن تاخد، وده شفناه مثلا يعني على سبيل المثال برضو مش عرضي، عرض بعض النواب وبعض من شاركوا في قانون المحليات انه برضو اخد وقت وانه متعطل ليه اسباب اخرى من قبل ومن بعد حتى ممكن يكون. فايه فكره التفرغ واهميته سياسيا؟ هو التفرغ متطلب دستوري وقانوني. يعني الدستور
يشترط أن يتفرغ العضو في المجلسين، وقانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ أيضا يفترض هذا. ليه؟ لأنه زي ما قلت لحضرتك النائب يمارس دورا تشريعيا ودورا رقابيا، وعندنا كمان زيادة بالنسبة لنا احنا في مصر دور خدمي كبير إلى آخره، مفيش محليات بالضبط. وحتى مع وجود المحليات، حتى لما كانت المحليات دايما النائب في نظر أهلنا في الـ في الـ في الـ في, الـ في الشارع مطلوب منه خدمات خدمية. مطلوب منه خدمات. فلما حضرتك بتتكلم عن تشريع ورقابة ومسألة وخدمات هيجيب منين وقت لده كله؟ ده واحدة. فمسألة أنه يبقى لديه من الوقت ما يسمح له بأداء دوره النيابي متكاملا، ده يستدعي تفرغ. الحاجة الثانية أنه بحكم منصبه النيابي قد يصيب بعض المكاسب إذا كان يعني يعمل في مجال ما من المجالات، وهذا أيضا الدستور والقانون كلاهما ينص على عدم جوازه. يعني النصوص شديدة الوضوح وشديدة التفصيل في أنه لا يجوز لا يبيع ولا يشتري ولا يعمل مع أي جهة من جهة إلى آخره، بما يكفل درجة عالية جدا من درجات النزاهة والشفافية في هذا المقام. لهذين السببين الأصل التفرغ. لكن نرجع تاني نثير المسألة زي ما أنا عرضتها على حضرتك في المقدمة، يعني هل ده ينطبق على كل أحد؟ هل كل حد مطلوب منه أنه يتفرغ هذا التفرغ الكامل؟ يعني نقول للطبيب سيب مستشفاك أو عيادتك، نقول للمهندس سيب المكتب الهندسي اللي أنت بتشتغل فيه، نقول وقس على هذا، نقول للفلاح صاحب الأرض المزارع سيب الأرض وتعالى عشان تتفرغ على إطلاق؟ هل المسائل على هذا النحو؟ طبعا ده كلام يبقى يعني محل نقاش ويعني أقرب لعدم الواقعية. يعني ده ربما يعني أنا أستاذ جامعة فمن حقي أن أنا أتفرغ، من حقي، لكن من حقي أيضا أن أنا أطلب عدم التفرغ. أنا عايز أدرس، ليه تحرمني من مسألة أن أنا أفيد أبنائي وتلاميذي؟ وقس على هذا. لكن المسائل اللي فيها يعني وضوح لإمكانية أنه عدم التفرغ يحول دون أداء النائب لمهمته النيابية حقيقة، أنا أتكلم بصراحة شديد. عندنا كان قبل كده الوزير بيبقى وزير ونائب، طب كيف يتأتى هذا؟ هيجيب منين وقت لدي ومنين وقت لدي؟ الدستور فصل في هذه المسألة، لا يجوز. طيب أنا برضو هتكلم ويعني لا أقصد أحدا ولا الجامعة، حد رئيس جامعة، رئيس جامعة كيف يتأتى له أنه يوفق بين عمله الإداري اليومي طوال 30 يوم في الشهر، مش حتى أيام الأجازة، وعمله النيابي؟ لا يستقيم أن يجتمع، لا يجتمع. وقس على هذا المسائل اللي فيها استحالة جمع بين دي اللي بقى بين دي لابد فيها من الحسم. أيضا في الجانب الآخر، الجانب بتاع إمكانية تعارض المصالح والاستفادة يعني بافتراض حسن النية للجميع، رجال رجل أعمال، وعشان كده زي ما بقول لحضرتك دستوريا وقانونيا رجل الأعمال صاحب الشركات والمؤسسات على طول بمجرد ما ينتخب أو يعين في المجلس المفروض أنه يعهد بإدارة هذا العمل إلى أحد آخر غيره ويتفرغ هو للعمل النيابي. مفهوم. طيب عشان أنا ذكرت المحليات وده جزء هام أنا يعني لمسته من أسئلتي ولقاءاتي وما إلى ذلك، إن من الممكن أن الأحزاب تفكر أكثر، لأن هو ده طبيعي إنه في أي دولة في العالم مجلس النواب ومجلس الشيوخ والتمثيل السياسي بيكون من خلال الأحزاب، لكن فكرة المحليات وهي أصبحت شيء ملح يبقى موجود، انتخابات تنقصنا وما إلى ذلك، فشايف حضرتك هذا الموضوع إزاي وأهمية فكرة أيضا تركيز ومشاركة الأحزاب في هذا الموضوع؟ أنا هستأذن حضرتك عشان معانا تليفون، أنا دايما بحب للجمهور قبل الإجابة ويبقوا موجودين معانا. دكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار بينضم لنا. دكتور عصام بنرحب بيه.
اهلا بيك يا استاذ محمود، واهلا طبعا بالساده الضيوف اللي عند حضرتك ومنورينا. الله يخليك يا دكتور. وحضرتك كنت من المشاركين في الحلقه الاولى الخاصه بالحوار الوطني وخاصه بالمحور السياسي، وتحدثنا عن فكره التمثيل النيابي وفكره القايمه والمطلقه والمغلقه والنسبيه وما الى ذلك. لكن انا عايز اسال حضرتك المره دي عن يعني مع الاسبوع الثالث ودخولنا في الاسبوع الثالث، ترى الحراك ازاي في هذه المواضيع المختلفه؟ وان كنا النهارده بنثير الموضوع المنتظر يوم الاحد القادم، التفرغ وعدد النواب في مجلسي النواب والشيوخ. استاذ محمود انت سؤالك مركب دايما. ما دايما عشان الحق اخد حاجات كتيره من حضرتك. طيب حضرتك في الجزء الاولاني الحراك، طبعا الحراك بيتزايد جدا يعني فتره عن فتره، ده رصدنا للشارع. بس خليني برضه اوضح لحضرتك ان الاهتمام والحراك عند الشارع اكثر بالجانب الاقتصادي والجانب المجتمعي اكثر منه الجانب السياسي. طبعا ده مفهوم ومعروف ان هو الشغل اشتغل ما يلمس المواطن. انا شايف برضو ان حتى الاحزاب السياسيه وهي موجوده في الحوار مهتميه ايضا بالحوار بالمحور الاقتصادي، ده الملحوظه يعني. لكن ايضا العمليه التنظيميه ابتدت تبقى الحقيقه برضو بصوره ادق، وده طبعا شيء بيجي مع الممارسه يعني. ابتدوا يحددوا مين في الجلسات اللي هي من 12 ل 3 والجلسات من 3 ل 6، فطبعا ده شيء محمود جدا. ده الجزئيه الاولانيه. الجزء الثاني من سؤال حضرتك هو اللي فكرني بيه بقى، اللي هو الجزء بتاع المباشر في الحقوق السياسيه او التفرغ. يا دكتور احنا بنتكلم على هذا الموضوع وراي حضرتك فيه، لان احنا ده اللي هيثار يوم الاحد القادم ان شاء الله. حضرتك ان لم تخني الذاكره المفروض ده موجود يعني. في كمان عندك صديق العزيز السيد عبد العال، يعني هو نائب مخضرم وموجود يعني ده موجود في المباراه. لكن اهم من وجود الشيء في القانون هو تطبيقه على ارض الواقع، وهل هو بيتطبق مظبوط ولا بيتطبق بتحايل. انا في تصوري انه ما حدش ما بيطبقش بصوره عامه، فلازم واحنا لو بنصيغ القانون يكون موضوع التفرغ له ضوابط. انه مثلا معلش انا شويه يعني عايز اطبق القانون بصوره انه اللي مش هيتفرغ او يثبت انه لا يتفرغ انه مباشره يتم اسقاط عضويته، لانه انا مش مجرد ما باخد العضويه واقدم ورق ان انا مثلا تنازلت عن رئاسه مجلس الاداره، لكن في حقيقه الامر انا اديرها ايضا. اذا فبالتالي العمل النيابي عمل الحقيقه عمل رفيع المستوى جدا ويتطلب التفرغ، ويبقى هي عمل تطوعي. اذا فانا لما بدخل البرلمان لازم ان انا بتفرغ تماما لهذا الموضوع، فانا مع طبعا التفرغ. طب انا عشان هضيف شويه، ودكتور محمد شوقي قال انه طب ما بعض الناس ما بيتضاربش وبيدرس، يعني مثلا اذا كان درس يوم او يومين، اذا كان ده اختلاف بسيط لكن هو لا يؤثر في شيء، مش محتاج التفرغ التام المطلق يعني. انا بشارك اهو دكتور محمد معانا في مع احترام الاستاذ محمد طبعا، انه انا ما بحبش افتح مجالات استثنائيه، لانه دايما الاستثناء يطبق القانون. من يعمل مثلا بالتدريس دخل المجلس النواب وعليه مهمه الرقابه والتشريع، يبقى عليه انه يقدم بقى التفرغ لهذا الموضوع الى ان يتم انتهاء الفتره، ثم يعود الى التدريس مره اخرى. لانه حضرتك برضه لا يستقيم، لانه دور عضو مجلس النواب او النائب هو المراقبه والتشريع، اي يجب ان يراقب الحكومه بكل الادوات. فلا يصح مثلا ان اكون موجود في الجامعه واقدر ان انا اسائل او اعمل طلب احاطه او اعمل استجواب لوزير التعليم العالي، يعني مش هتيجي. وبالتالي احنا نضع القانون ما يبقاش فيه استثناءات خالص، سواء كان رجل اعمال او يعمل وظيفة ما مثلا كادر جامعي، لابد ان يتفرغ، يبقى تفرغ تام ويطبق القانون. لان بقول لحضرتك ان هناك الكثير من القوانين، يعني مثلا بيتقال انه عايزين نحط قانون عشان ما يبقاش فيه الاستغلال، مثلا ان احنا نشتغل شغل الجمعيات الاهليه، حتى ده موجود لكن لا يطبق. يعني التطبيق القانون من خلال لجنه الاحزاب السياسيه على هذه الجزئيه مش موجوده. وبالتالي انا يعني اهم او يتوازى مع وجود قانون ان يبقى في تطبيقه،
ولو مش بيتطبق من خلال التجارب السابقه يبقى نحط ضوابط وعقوبات لعدم تطبيقه. نعم. أنا بشكرك طبعا على مشاركة حضرتك دكتور عصام، وإن شاء الله منتظرين حضرتك في حلقات جاية ونختلف ونتفق في حاجات كتيرة. يعني بشكر حضرتك على وجودك دايما معانا. طيب أنا يعني هرجع لحضرتك في هذه النقطة عشان فكرة الاستثناءات، لكن عشان بس أنا وجهت السؤال الخاص بدور المحليات لسيادة النائب سيد، وهل الأحزاب مركزة، عشان بس أقولها بالشكل العام عشان الناس بتقول برضو إحنا ما إحنا هننقي ناس منين؟ هنبقى محتاجين موظفين واللي بيعرف واللي من الدايرة بتاعتي ومن المحافظة بتاعتي عشان هو عارف مشاكلي فهنا دور الأحزاب محتاج يبقى أقوى في الشارع عشان يكون الحزب ممثل في الشارع ده والمحافظة دي والمحافظة دي. تمام. أنا بالنسبة للمحليات يعني دي يعني الانتخابات أو والهيئات الشعبية اللي أولا بيتربى فيها الكادر السياسي، فهو داخل مش عارف بس بيعرف، داخل عنده رؤية للهموم المواطنين اللي في المنطقة اللي هو عايش فيها، بيشوفها على حقيقتها في حجمها أكبر من اللي هو كان سامعه ولا أقل، ويرى طرق للحلول ويشارك الآخرين فيها. وأنجح نواب في البرلمان على فكرة من أنجح الناس اللي هم مروا تجربة المحليات، لأنه مش بيعمل خدمات من خلال البرلمان، لا عنده سوق ببساطة بيقرأ الموازنة، ببساطة بيعرف الاعتمادات المالية في إطار الحي بتاعه، بيعرف يعني عنده تدريب يعني. لأنه كمان مستوى مصغر أو يعني قادر على أن هو يلم بيه بشكل بسيط بالضبط. فده الأحزاب كلها لازم تستعد لده وتشارك. وهنا في الحالة دي يعني مش مطلوب أن الحزب يبقى مهيمن في المحليات في جغرافية منطقة أو محافظة أو بتاع، لا يبقى يعني بيدفع بشبابه وبيدفع بمرأة علشان هو بيبني حزبه كمان مش بيبني بس المحليات. أما بخصوص بقى التفرغ أنا عايز تعليق طبعا، عايز أقول فيه تعليق. هو طبعا استحقاق دستوري وقانوني الأصل، وأنا بترشح يعني أنا تعينت في مجلس النواب السابق بقرار السيد رئيس الجمهورية شاكر عليه والمجلس الحالي. أنا كان عندي مكتب للدراسات الاقتصادية، أول حاجة عملتها قفلته يعني ما نقلتش صلاحية إدارته لحد تاني. ليه؟ لأن مش بس القانون بيقول كده، أنا في الأصل سياسي وداخل هذا البرلمان كرجل سياسي، مش داخله كمهني، لا دكتور ولا محامي ولا داخله كرجل أعمال، أنا داخله كسياسي. فالحزب اللي أنا فيه إذا كان يرى إن أنا كرجل أعمال هخش البرلمان هو اللي يقول لي انت ما يناسبكش القصه دي، ما تناسبكش. الحاجه الثانيه كذلك الدكتور عشان يترشح او المحامي عشان يترشح، ما هو عارف المكتبه هيتاثر والعيادته هتتاثر وكده، فهو يختار من الاول. ومصر مليانه ناس بقى وبشر يعني. طيب الاساس بقى في دخول الترشح للبرلمان والشيوخ والمحليات وكله بالذات البرلمان ومجلس النواب هو أحزاب، منها ناس بتترشح داخل ببرنامج حزب برؤية، مش بالضرورة داخل اللجنة اللي فيها مهنته، هو داخل اللجنة اللي إن هو مثلا مش رجل الأعمال يعمل في الصناعة فداخل لجنة الصناعة في مجلس النواب عشان هو خبير ويفهم أو في هذا، طبيب فداخل لجنة أو داخل لجنة الصحة، هو صاحب رؤية، هو حزبه صاحب رؤية في الوطن. لكن بنحتاج يا سيادة النائب أكيد أراء. ده بيحصل إيه يعني بقى؟ ده بيحصل إزاي؟ جوه الحزب نفسه يعني. أنا عندي إحنا دلوقتي في حزب التجمع، أنا ما بحضرش الجلسات الحوار، لكن بيحضرها خبراء حزبنا شباب، كل واحد عنده ملف بيحضر فيه، وكمان بيعدوا أوراق لآخرين هيروحوا. الحاجة التانية إن البرلمان يقدر يستعين بخبراء كما يشاء، مستشارين ليه في كل اللجان. الحاجة الثالثة إن الحزب نفسه من خارج البرلمان ويحضروا اللجان الخاصة واللجان الفرعية وما إلى ذلك. كخبراء يستدعيهم كخبراء أو يعينهم كمان يعني إذا كان عنده قدر من الوقت الفراغ وكده. واللائحة بتحكم ده. فإذا أنا بالعكس سمعة برلمان المصري السابقة في بقى لنا حوالي 30-35 سنة إن رجال الأعمال والمهنيين الكبار و و و و قد يكون اللي أنا هقوله ده ما حصلش، لكن سمعتهم الشعبية إنهم استفادوا من وضعهم البرلماني، استفادوا من وضعهم البرلماني، وهم لا يستطيعوا أن يدافعوا ضد ده لأنه
يعني هيحلف على المصحف؟ ما هو ماشي. طب انا هاخد من كلام حضرتك لان الموضوع ده مركب. طب ما هو المواطن عايز حد بيخدمه، ويعني احنا قلنا الموضوع ده، وبيبقى هم رجال الاعمال اصحاب الشعبيه الكثيره او اصحاب المهن القويه او يعمل في مصنع معين وما الى ذلك، هو المشهور، هو القادر على اذا كان فردي او اذا كان ضمن قائمه على المصاريف الخاصه بالانتخابات الخاصه به وما الى ذلك. وده الجزء اللي خاص يمكن ناقشناه، وكان ليه احنا عايزينها بالنسبه وليست مطلقه ولا مغلقه، ما تبقاش عشان فكره انه ما يبقاش في حد قادر اكثر من حد او انه بيقدر يسيطر على دايره معينه، فالتمثيل النسبي داخل القوائم هيحدث التوازن في الوجود المرأة ووجود، يعني أنا مش عايز عشان ما أطلش، لكن أنا عندي يعني في هذا المنطلق في جزء الخبراء والمشاركين ورجال الأعمال، والجزء الخاص بي أنه دكتور عصام قال طب ما هو كده فتحنا استثناءات، ما هو هيجي لو مثلا، ولا لا أقصد حضرتك إذا كان أستاذ الجامعة، طب ما هيجي يقول طب ما أنا مهندس مش متأثر قوي. يعني أنا لم أتحدث عن استثناءات على الإطلاق، وإنما تحدثت عن مفهوم التفرغ. يعني إيه تفرغ؟ تفرغ، هل التفرغ على إطلاق ولا التفرغ في ضوابط؟ بس هي القصة كده. فهمت أصح. وأنا عايز أقول لحضرتك كلنا سيد بيه والدكتور عصام وكل السياسيين المحترمين شهدوا كيف أن رئيس الدولة في عهد الرئيس مبارك وما قبله كان يعين رؤساء النقابات، ورئيس النقابة هو مشغول بطبعه، إنما ده نوع من أنواع التوازن السياسي. البرلمان بغرفته هو كيان سياسي لابد فيه من توازن. أنا لو أخذت التفرغ على إطلاقه على إطلاقه، معناها إنه أستاذ الجامعة المتميز مش هناخده، الطبيب المتميز مش هناخده، لأن دول بالطبع مشغولين أصلا مش هناخده. كل ذوي الخبرات وبعدين سيد بيبي يقول ما هو عارف فيسيب، يعني أنا طبيب مثلا وعيادتي شغالة، هقعد 5 سنين براها، العلم اللي عندي خلاص يعني سيولي، يعني هبقى يعني اكسباير، يعني بره وقس على هذا. فهي الفكره ايه؟ هل التفرغ بالمعنى النسبي ده ودون استثناءات، لا حديث عن استثناءات، انما في ضوء تفسير معنى التفرغ، هل يكفل للنائب ان يقوم بدوره زائد عمله ولا لا؟ دي نمره واحد. نمره اتنين، هل لو هو رجل أعمال، لو هو مش عارف إيه من النوعية دي اللي يخشى نظريا من كذا، هل وجوده في البرلمان يتعارض مع وجوده على رأس مؤسسة ولا لا؟ ولا نقول له اقفل المؤسسة بتاعتك وروح، مش هيحصل. فالطبيعي، وده اللي القانون فصله، يعني القانون قال بمجرد ما رجل الأعمال مش عارف إيه يتنازل ويسيب إدارة المسألة لآخرين وهو بس يشرف، ما هو في الآخر ده ماله يعني. طيب أنا برضو يعني هرجع ونتكلم عن الأحزاب ومشاركتها والاستفادة من هذا الموضوع، وعشان كده برضو بنوثري الموضوع بمكالمات تليفونية مع حضراتكم، وبينضم لنا المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة. بنرحب بك يا فندم. اهلا وسهلا، اهلا بيك وضيوفك. اهلا وسهلا بحضرتك. بالتاكيد يعني ما يثار الان يعني داخل بقى حلقه من حلقات برنامج الحوار الوطني هو موجود داخل الجلسات، واكيد حضرتك كنت موجود في جلسات مختلفه، بتجد ازاي هذا النقاش وهذه الاختلافات؟ وهل ده مطمئن؟ يعني انا في البعض بيقول انه كان بيقال انه هيبقى مكلمه وهيبقى كلام وما الى ذلك. فكرة التوافق أو الوصول لتوافق، حتى وإن كان التوافق الوصول لحلين وللدولة أن تختار. هو طبعا الحوار الوطني يعني أسمر عند الأحزاب وعند رجل الشارع كمان، وبدأ بلا سقف وبلا يعني أي خطوط حمراء، وانطلق فيه الجميع، والتوافق هو أساس مبدأ
المفاضله، ولكن الاختلاف في الراي لا يفسد الوطن قضيه. فاذا كل بيده بدلوه بما في حزب الحوثي الشعب المواطنه وغيره من الاحزاب، وفي النهايه الذي نتوافق عليه هو الذي سوف يصعد وسوف يوضع موضوع التبديل، لان المصلحه العليا للوطن هي كل شيء. نعم. فبالنسبه للتفرغ لعضويه مجلسين نواب وشيوخ دي مش جديده. مجلس القانون في ظل الدستور السابق كان التفرغ لمجلسي الشعب والشورى بعض الوقت بالنسبه لشاغلي وظائف الاداره العليا، لازم ياخد اذن المجلس على التفرغ بعض الوقت، وكان بيشغل وظيفته في اللي هي مكان عمله ويشغل العضويه. نعم. ولكن هو ما كانش بعض الوقت وكان بيروح شغله على طول، وانا مارق يعني كنت انا احد الاعضاء اللي موجودين في ذلك الوقت ووقت تفرغ بعض الوقت، لان كنت في ذلك الوقت نائب وزير قطاع الاعمال العام. ولكن هي بالفعل كنت بشغل وقت الوظيفه كله، يعني مش عاوزين نتكلم بقى من الناحيه العمليه، هي ما كانتش عمليه يعني، لا انا كنت بشغل وقت الوظيفه كله وبشغل وقت المجلس كله، وده في عبء. ولكن الدستور الحالي والقانون الحالي اشترط التفرغ لعضويه مجلس النواب، واللي بيسعى على مجلس النواب هو بيسعى على مجلس الشيوخ. فاذا اي شاغل لوظيفه ايا كانت يتعين عليه التفرغ، ويتعين على المجلس ان يجعله متفرغا، حتى رؤساء مجالس اداره الشركات المساهمه والشركات التوصيه بالاسهم وخلافه لازم يتفرغ لوظيفه المجلس، لان ده المجلس اللي الشعب اختاره نائبا عنه لكي يشرع ويراقب. نعم. طيب يخش جزء من هذه من الرقابه والتشريع ديت لوظيفته، سواء كانت وظيفه عامه في الحكومه او القطاع العام او قطاع الاعمال العام، او وظيفه خاصه في شركه مملوكه، لا او لو جزء اللي او بيملك جزء منها او هو لا يملك فيها شيئا. طب انا عايز اسال حضرتك، عشان انا سالت الساده الضيوف في الساده المستشار عن فكره انه طب ما هو الناس اللي بتشغل هذه المناصب هي اللي بتبقى معروفه عند المواطن، هل هيعاني المواطن في اختيار الشخص المتفرغ، ولا ساعتها خلاص هو هيبقى الاختيار للشخص المعروف عند المواطن انه يتفرغ نهائيا، ويبقى ممكن يعني انا بقول ممكن يكون فقط بعض الاليات اللي بيحتاجها المواطن عشان كده انتخبه؟ لا، هذا غير صحيح لاسباب، لانه اذا كانت الانتخابات في القايمه فهو بيتخب قايمه كامله، مش ما بيتطرقش الى ما بيدخلها من مرشحين. ينتخب فرد فهو يعرفه مسبقا، ينتخب قايمه حزب فهو بيتخب الحزب الذي لا يعرفه او يتعامل نعم ينتخب الحزب قايمه الحزب اللي هو بينتمي اليه او يعني ايديولوجيته تتماشى مع معاه. انما التفرغ ده معيار دقيق. هو حتى كمان مقوله ان ذوي الخبره يروحوا فين؟ ذوي الخبره موجود بعد ما يتفرغ من وظيفته، موجود معدول الى العضويه لا يحكمها سن وليس لها سقف في السن. بعد ما يطلع يخلص مده خدمته في الحكومه اللي بيتقاضى عنها اجر او قطاع العام او قطاع الاعمال العام او الشركه المساهمه، يتوجه للعمل الخدمي من خلال عضويه مجلسي النواب والشيوخ. التفرغ ده حينما يعني شرعه الدستور 2014 واقره القانون هو في صميم مصلحة الوطن والمواطن وكمان العضو المرشح. أنا بشكرك طبعا على وجهة النظر ووضحت الفكرة سيادة المستشار جمال التهامي، بنشكرك شكرا جزيلا. وعشان الوقت بيجري مننا هرجع لسيادة النائب سيد ورؤية الحزب بقى، حزب التجمع، عشان أسأل على وجه الخصوص فيما يتعلق بهذه النقاط. هل دار ما بين حضراتكم فيما يخدم الوطن وفيما يتوافق أو يوافق عليه رؤية الحزب فيما يخص القائمة المغلقة، فيما يخص العدد النواب، فيما يخص هذه المواضيع التي بدأت فيها المحور السياسي؟ احنا قدمنا وجهة نظر الحزب من خلال
زميلنا عضو المكتب السياسي الاستاذ عبد الناصر قنديل اللي حضر جلسه الحوار، وكان وجهه نظر الحزب اللي عرضها هي انحيازنا للقايمه النسبيه المفتوحه والغير مشروطه. اما بالنسبه للاعداد فدي يعني سايبينها ما ناقشناهاش للحوار والتفاعل مع شركاء الحوار، لانها سواء لو بقت قايمه مطلقه هيبقى الاعداد لها طريقه في الحساب، لو قايمه نسبيه هيبقى لها طريقه في الحساب يعني. وبالتالي الاجتهاد ده موجود عندنا لكن يعني بنبدي فيه مرونه علشان نتوافق مع بقيه شركائنا في الحوار. الحاجه الثانيه ان يعني النقاط المهمه اللي حضرتك اثرتها في الحوار النهارده والمداخلات دي برضو بتقول ان احنا ماشيين في طريق صح، وان كل الموضوعات مفتوحه ومفيش حرك في اي حاجه انها تتقال. وعايز اقول بقى ايه، ان المتابعين على الشاشه هم المستفيدين الاكبر لينا دلوقتي او لجلسات الحوار او كده، لان في اجيال ما تعرفش ما شافتش يعني ايه حوار، تتثقف سياسيا الان من خلال هذا الحوار. وبعدين بيبقوا زي الصوره الذهنيه عندهم من الفيسبوك والحاجات دي، انه ده ضد ده وده مش مع ده وده هيخبط في ده وكده، فلو قاعدين وبيتناقشوا كل حاجه ومحدش بيتنازل الا رضاء عن قناعته لانه اقتنع بوجهه النظر الاخرى. وان في اختلاف وجهات، يعني اقصد انه في كلنا ليس لدينا راي واحد، دي شيء طبيعي يعني. بالظبط. الحاجه الاخيره والاخرى ان هذا الاختلاف هو اختلاف بين رؤى مش اشخاص، وبالتالي هو ده دعم للحياه الحزبيه اللي احنا عايزين نقويها. لان الموضوع ببساطه دوله مدنيه ديمقراطيه حديثه زي ما الدستور بيقول، والجمهوريه الجديده زي ما سماها السيد رئيس الجمهوريه، لا يتم تداول السلطه فيها بين افراد او اشخاص، يعني ايا كان مواهبهم واشخاصهم، هي بين احزاب. ففي غياب الحياه الحزبيه تغيب معاها الحريات وتغيب معاها الديمقراطيه وكل حاجه. الحياه الحزبيه هي المنشط والحاشد للقوى الشعبية بكل مكوناتها لدفع المجتمع لقدام وإحداث حالة من الرضا العام، بحيث أن الكل يقبل بما هو قائم لأنه شريك فيه. هستغل بقى حضرتك في الحوار الوطني كبرنامج كخبير مش كمشارك، يعني من الناحية الأكاديمية والسؤال من الناحية الخبرة في الفلسفة السياسية وما إلى ذلك، حضرتك شايف ايه اللي بيتوقف عليه فعليا نجاح الحوار الوطني؟ هو نجاح الحوار الوطني المحك فيه اننا نقبل بعضنا البعض، بمعنى مفيش حد اوتي الحقيقة كاملة ومفيش حد بيوحى اليه، كلنا نجتهد وكلنا نتكامل في تحقيق الصالح العام. يعني دعوة الحوار أساسا هي لتحديد أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة. يقينا هتتعدد الرؤى زي ما سيد بيه قال، ودي سنة الله في الخلق، ما هياش يعني أنا شايف حاجة وسيد بيه شايف حاجة، بس المهم أنه هذا الاختلاف في الرأي لا يفسد لا للود طبعا ولا للوطن قضية. في بيت شعر شهير قوي يا محمود بيه، الشاعر فيه بيقول لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها. ما فيش بلد بتضيق بالناس، ايه بقى اللي بيضيق؟ ولكن أحلام الرجال تضيق، العقول هي اللي بتضيق. أنا لما يبقى عندي موقف حاد من سيادتك ومن رأيك خلاص بقيت ضيقة، لكن لو بناخد وندي ونجادلهم بالتي هي أحسن ويعني نحاول أننا نصل إلى نقطة سواء، هو ده. وأنا ظني أن احنا ماشيين في هذا الطريق. أنا أشرت يعني تصريحا وتلميحا خفيفا أنه ربما تعقد جلسة، والأستاذ السيد بيه قال سيادة النائب أنه ستعقد جلسات مصغرة في القضايا اللي لم يتوصل فيها المتحاورون إلى نقطة سواء، لأنه في الآخر إحنا عايزين نصل قدر الإمكان إلى أقرب شيء يقبل التطبيق واقعي. يعني لا نسبح في خيال، لأنه الخيال معناه أننا مش هنعمل حاجة، فإحنا عايزين أقرب شيء
وأقرب شيء ده يشارك فيه الجميع حتى برأيه. يعني احنا لو قلنا احنا ثلاثة، اثنين مننا توافقا على شيء والثالث أبدى رأيه لكن ما لم لكن معنا. هو كان شريكا ربما يعني قربنا من الفكرة اللي احنا عايزينها. وكان في حاجة دكتور بعض الناس وطبعا سيادة النائب يعني كمشاركة يعني دلوقتي انا لا اوجه لأحد فقط، نعم. لكن كان في فكرة انه بعض النواب وبعض المشاركين وبعض اعضاء مجلس الامناء في لقائهم معانا، نعم. في الحوار الوطني كانوا بيتكلموا انه يعني من اللي هو الشيء السهل لكن الجديد واللي الناس متسع عليه دلوقتي انه انا اذا طبقت ده النهاردة وجربت انا لا اختلف مثلا انا كمحمود مع هذا الموضوع لكن انا شايف انه مش هو الانسب، من الممكن ان نتشارك بعد ما نجحت تجربة الاراء ان انا اطبق الجزء الثاني اللي لم اطبقه في الفترة القادمة. بالظبط الاستاذ سيد قال تعبير محترم جدا وجميل عجبني خالص، نستدعي الحوار مرة اخرى. يعني احنا هنطبق هنصل إلى مثلاً قناعة إنه النظام الانتخابي الأمثل في هذه المرحلة القائمة المطلقة مثلاً طبقناها، بعد شوية طلع إنه لا نستدعي الحوار، طب عملنا النسبية بعد شوية طلع نستدعي الحوار. يعني هو يعني الدعوة الكريمة من السيد رئيس الجمهورية بما أثارته من زخم وما يعني خلقته في الساحة السياسية من إمكانية إننا نقعد مع بعض، ما هي دي الفكره اننا نقعد مع بعض مختلفي الاحزاب والاتجاهات والتيارات نفكر معا بصوت عال، ربما فكره يطلعها محمد شوقي تبقى بره السياق لكن تنور عند سيد بيه فيعمل منها شيء كويس وعلى نعم. على الله قصده السبيل ان شاء الله. وعشان نختم الفقره انا عايز اسال جزء انه اتفتح من كلام حضراتكم يعني جزء خاص بانه عشان ده برضو كان اتهام وفي نفس الوقت كان البعض بيقول انه رافض، هو مش اتهام ولا حاجة ده شيء طبيعي انه القوى السياسية او الاحزاب على وجه الخصوص هي مستفيدة من 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 هذا الحوار لكن وجه الاستفادة لن يطبق الا اذا شاركت. يعني انا هقول لو ما شاركتش او ما يبقى انا ما كسبتش حاجه، لكن لازم كلنا نشارك بمعنى ان انا مثلا يعني موجودين كلنا في مجلس النواب. فكره الاستفاده ازاي شايفها حضرتك من الحياه الحزبيه او الاحزاب تستفيد من الحوار الوطني؟ هو الاحزاب اوريدي استفادت من الحوار الوطني خلاص استفادت صحيح، اما بقى نتائجه فدي مش عايده على الاحزاب، دي عايده على المجتمع كله، ويبقى من ضمن نتائجه ان احنا زي ما قال الدكتور محمد ان احنا هيبقى عندنا رؤيه مشتركه في الحد الادنى متوافقه عن ازاي هنبني وطننا رؤيه تنمويه واجتماعيه واقتصاديه وثقافيه نصيبي بقى في البرلمان القادم ما بيحكمش تفكيري لكن بيحكم تفكيري التزام اللي دخل باللي احنا قلناه. ومن هنا برجع تاني واقول لما يحصل خلل هنستدعي اليه الحوار اللي كل متفق ان هي دي اللي بينا مش أعدادنا جوه في التصويت في البرلمان، خاصة إن احنا في مرحلة انتقالية حتى الآن من بعد 30 يونيو لازالت قائمة والوضع حوالينا عربيا وعالميا لا يتطلب غير إن احنا نفهم بعض كويس ونشتغل مع بعض كويس، لا فيش حد يقدر يتعالى. طب إيه المشترك بيننا بقى كلنا؟ المشترك بيننا هو منتجات الحوار. نعم وحضرتك ذكرت جزء أهم جدا في فكرة عربيا احنا بس كمان مش حتى يعني داخل الدولة المصرية. أنا بشكركم طبعا يعني شكرا جزيلا، الوقت دائما لا يكفي داخل برنامج الحوار الوطني لكن بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. طبعا النائب دكتور محمد شوقي عبد العال مقرر مساعد لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني وكيل لجنة الشؤون الدستورية وتشعيب مجلس الشيوخ، شكرا جزيلا لحضرتك. وسيادة النائب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع عضو مجلس الشيوخ بنشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا على مشاركتكم معانا. وزي برضو يعني عشان احنا لسه مستمرين وقاعدين مع بعض فشاركنا في انه شكل الحوار الوطني ان احنا بنروح ايضا لبعض الاخبار، هنرجع لزميلتنا حبيبه عمر عشان تعرفنا على بعض الاخبار المتعلقه بالحوار الوطني. يعني هتبقوا حضراتكم موجودين معانا لحد ان شاء الله ما نطلع الفاصل وهنروح بعد كده مع الساده المشاهدين للجزء الثاني. اليك يا حبيبه ومزيد من الاخبار التي تخص الحوار الوطني. شكرا لك محمود مره ثانيه واهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام.
دعت الصفحة الرسمية للحوار الوطني المواطنين للمشاركة في المناقشة حول مشروع قانون تأسيس المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب. ودعت الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك المواطنين لتبادل الآراء حول مشروع القانون وبنوده المختلفة عبر استبيان قامت بنشره، وذلك تمهيدا للجلسة الخاصة بمناقشة مشروع القانون، لافتة إلى أهمية قضية التعليم والتي تمس كل بيت مصري. قال الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار المحلي والأجنبي بالحوار الوطني: نعمل على تشجيع الاستثمار الخاص ودراسة حالته، موضحا أنه يتكون من شقين، هو استثمار محلي للمواطن والمستثمر المصري بكل درجاته من مستثمر صغير حتى الشركات الضخمة أو استثمار أجنبي. وأضاف سمير صبري أن مشاكل الاستثمار المحلي هو تنفيذ قوانين، التحديات والفرص. وأوضح سمير صبري أن مصر هي الدولة الأولى في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في أفريقيا والثانية عربيا، مشيرا إلى أن السياسات النقدية وسعر الصرف مهمة للمستثمر الأجنبي، مؤكدا أن الدولة شهدت طفرة في البنية التحتية وانتقلنا لـ30 مرتبة عالميا في كفاءة الطرق والنقل والمواصلات. قال المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة إن مبادرة ابدأ كان دورها الرئيسي هو محاولة التخلص من المسار التقليدي حتى نتجاوز مشاكل التراخيص والأرض والخامات وغيرها. وأضاف علاء السقطي أن مبادرة ابدأ شيء أساسي في الحوار الوطني والتي أعطت أمل للجميع ومساعداتهم بدون مقابل. وتابع السقطي أن رغم هذه المبادرة فإن ثقافة المستورد أفضل كانت سائدة بين المصريين، مشيرا إلى دور مبادرة ابدأ الرئيسي هو التخلص من مسار التقليدي للإنتاج المحلي والاستثمار المحلي بتقليل استيراد زيادة الإنتاج والاعتماد على المكون المحلي. وأكد علاء السقطي أن الإجراءات هي من تتسبب في المعاناة بالإضافة إلى البيروقراطية، لافتا إلى أن الاستثمار مناخ ويجب احتضانه. قال النائب هشام الحصري مقرر لجنة الأمن الجزائي بالحوار الوطني إنه منذ تولي الرئيس السيسي وهو يسعى للتوسع الأفقي في زيادة مساحة الأراضي الزراعية والتوسع الرأسي في زيادة إنتاجية وحدة المساحة ووحدة المياه. وأضاف هشام الحصري أن الدولة تبنت التوسع في الزراعة خاصة المحاصيل الاستراتيجية، وكان لمجلس النواب دور في إصدار قانون الزراعات التعاقدية التي كان لها أثر كبير في التنمية الزراعية، وأن المزارع بدأ يتوسع في زراعة المحاصيل خاصة المحاصيل الاستراتيجية. وأكد هشام الحصري أن الدولة شجعت المزارع بوضع أسعار مقدمة قبل الزراعة للمحاصيل الاستراتيجية من القمح والذرة وفول الصويا وعباد الشمس حتى وصل سعر الأردب لـ1500 جنيه وهو قريب من الأسعار العالمية. وأوضح هشام الحصري أنه تم تحديد يوم الثلاثاء بعد المقبل لمحور الزراعة، ولدينا جدول أعمال قوي في الحوار الوطني سنناقش فيه العديد من الموضوعات التي ستساعد عملية التنمية الزراعية على أرض مصر، منها موضوع توفير مستلزمات الإنتاج وتوفير البذور. كما قال الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني إن النقاش مفتوح في جلسات الحوار الوطني دون أي نوع من أنواع الخطوط، والجميع يتحدث بحرية شديدة، وجاءوا لمصلحة وطنية وهدف أسمى للخروج من الأزمات الاقتصادية العالمية للوصول لطريق نور جديد يساعد الاقتصاد المصري في النهوض والانتعاش. وأضاف أيمن إن الحرب الروسية الأوكرانية عندما اندلعت أعطت العالم شعور قاطع بأن البقاء للأقوى كلمة قائمة. وأكد أيمن محسب أن وجود جيش قوي ضرورة حتى لا تكون الدولة مطمع لأي دولة أخرى، لافتا إلى أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار أسعدتنا وبعثت روح التفاؤل في الحوار الوطني بشكل غير مسبوق لأنها جاءت متزامنة معه. مشاهدينا الكرام، كانت هذه أبرز الأخبار المتعلقة بالحوار الوطني، وأعود مرة أخرى للاستوديو مع الزميل محمود السعيد لاستكمال باقي فقرات برنامج الحوار الوطني، ولكن بعد فاصل قصير أبقوا معنا.
أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في الفقرة الثانية من برنامج الحوار الوطني، وزي ما قلنا في المقدمة هنناقش فيها ونستعرض مع حضراتكم ملف التحديات اللي بتواجه النقابات وقانون أيضا تنظيم العمل الأهلي، وده طبعا في إطار الجلسات والمناقشات اللي بيعقدها الحوار الوطني في لجنة النقابات والمجتمع الأهلي، ومقرر طبعا أنها تستكمل باقي الجلسات الأسبوع المقبل يوم الحد زي ما احنا عارفين، وهيبقى فيها أو تحديد موضوعين، تحديات النقابات وقانون تنظيم العمل الأهلي. خلينا نناقش التفاصيل دي ونناقشها مع ضيفنا في الاستوديو اللي بينورنا، الأستاذ مجدي البدوي مقرر مساعد لجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطني. بنرحب بحضرتك يا فندم. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. مش هسأل حضرتك السؤال العام اللي يعني هنخليه في الآخر، لكن ندخل على طول في، احنا عرفنا أن في توصيات يعني تمت في الجلسات السابقة خاصة بالنقابات وما إلى ذلك، هنتخصص وهنقول بعض الحاجات وبعض الأشياء المخصصة سواء في النقابات أو العمل الأهلي، لكن بشكل عام حضرتك متفائل بهذه التوصيات؟ هل فيها صعوبة زي الجلسات الأخرى، أو يعني في المحور المجتمعي الموضوع بيبقى فيه صعب شوية ببعض الموضوعات المفتوحة عشان مش عايز أفتح، لكن شايفها سهلة ولا صعبة فيما تم لحد دلوقتي؟ لا، احنا متفائلين جدا بالحوار الوطني، وان كانت اول جلسه لينا هي جلسه خاصه بالتعاونيات، والكل داخل هذه الجلسه بما فيهم يعني يمكن كل الاطراف اللي كانت موجوده داخل جلسه التعاونيات اجمعت على يعني طريق واحد لحل مشاكل التعاونيات خلال الفتره اللي جايه، واعاده التعاونيات للصدارة مرة أخرى، والكل يعني كان محدد هدفه، والكل كان يعني ذو رأي واحد في طريقة الإصلاح. ولو حبيت أقول لك إيه طريق الإصلاح بالنسبة للتعاونيات، هم يعني هم عندهم دلوقتي حوالي 5 قوانين لكل اتحاد قانون، بالإضافة قانون الاتحاد العام، يمكن تم الاتفاق على أن يكون هناك قانون موحد للتعاونيات في مصر. نمرة 2، لابد أن يكون للتعاونيات بنك عشان يقدر يمول المشروعات. نمرة 3، عايزين يعملوا جامعة تعاونية عشان خاطر ينشروا الثقافة التعاونية. لكن احنا في ظل المناقشات يعني ارتقينا ان التعاونيات زمان باسلوبها بطريقتها لم تعد صالحة للآن، وبالتالي كان لابد ان احنا نقول لازم أصحاب التعاونيات نفسهم يحددوا ايه المشروعات الصالحة او اللي يقدروا يعملوها خلال الفترة اللي جاية. نمط التعاونيات في السابق غير نمط التعاونيات في الحالي. الأول كان يعني كانت المسألة سهلة وبسيطة، دلوقتي بقت معقدة لأن في أطراف كتير أخرى دخلت السوق، وبالتالي عشان أنا أدخل لازم أدخل بآلية جديدة، بتكنولوجيا جديدة، بأفكار جديدة عشان أقدر موجود. كان السؤال الأهم، هل أنا عندي تمويل لهذه المشروعات الجديدة ولا لا؟ لو توفر التمويل اللازم بالتأكيد المشروعات هتنجح وتنتهي، لكن لو متوفرش بالتأكيد المشروعات دي مش هتنجح. وتمت الإجابة عليه؟ نعم؟ تمت الإجابة عليه؟ يعني يمكن كمان المجلس إدارة الاتحاد العام للتعاونيات عمل اجتماع تاني امبارح الاثنين، ويعني وأكدوا على إصرارهم على إن هم يسيروا قدما في التوصيات اللي طلعت أو الناتجة عن الجلسة اللي تمت خلال الأسبوع اللي قبل الماضي. طيب، النقابات والنقابات العمالية والمهنية وكيفية المقترحات أيضا، لأن بعض القوانين اللي حضرتك بتقول عليها مرتبطة يعني أو بنفس فكرة إنها لا تصلح، بعض القوانين اللي على مدار الزمن الماضي إنها تبقى قابلة للتفعيل في بعض الأشياء، سواء خاصة بالنقابات سواء خاصة بموضوعات مختلفة أيضا أخرى في محاور أخرى. إزاي فكرة أيضا النقابات العمالية والنقابات المهنية وما إلى ذلك ممكن تتطور في ظل تطوير أو مقترحات خاصة بالقوانين اللي بتنظم عملها؟ شوف، احنا عندنا مشكلة في النقابات المهنية، يعني يمكن لو قسمنا النقابات احنا عندنا نوعين من النقابات، نقابات مهنية ونقابات عمالية. احنا يمكن لجنة نوعية شوية، بنشتغل مع عدد كبير جدا من الناس، لان كل لجنة ما ينفعش تكرر نفس الناس فيها، لان احنا بنتعامل مع اصحاب مصالح. يعني النقابات العمالية ليها اصحاب مصالح، النقابات المهنية ليها اصحاب مصالح، التعاونيات ليها اصحاب مصالح، العمل الاهلي له اصحاب مصالح، فاحنا بنتعامل مع شبكة من يعني المتفاعلين مختلفة في كل محور عن الآخر. يعني لو احنا نظرنا مثلا للنقابات المهنية، احنا عندنا أزمة في النقابات المهنية ان كل نقابة مهنية عايزة تغير قانونها. فيعني فالنقابات المهنية عددها كبير، وعشان تغير من 20 ل 25 قانون المسألة صعبة جدا، وبالتالي لابد ان يبقى فيه
حوار مع اصحاب هذه المصالح، ازاي نخرج من هذه الازمه، والايه يعني القوانين اللي محتاجه تعديل سريع، وايه اللي ممكن تستنى شويه، وايه اللي ممكن محتاج تعديل، وايه اللي عايز قانون من اول وجديد. لانه دائما نقول العنوان الاهم هو ترتيب الاولويات. طب يعني هو أيوة. ده العنوان الاكبر بالتاكيد، لازم نرتب الاولويات خلال المرحله اللي جايه مع النقابات المهنيه تحديدا. لان انا يمكن يعني في قانون نقاب صحفيين بيشترطوا، يعني في فيها ماده بتشترط ان انت لازم تكون مش عارف عضو في ايه عشان خاطر تبقى تخش نقابة الصحفيين. فالكلام ده من الستينات، يبقى ازاي النهارده اقول ان انت لازم تشترك في نظام حاجه سياسيه وتبقى عشان تبقى عضو في نقابة الصحفيين؟ الكلام ده خلص من زمان، وبالتالي لابد ان احنا نعيد ترتيب البيت من جديد في النقابات المهنيه. وانا اعتقد ان احنا هناخد خطوات جيده في مساله خلال، بس المهم ايه، يبقى في افكار متقدمه لدى يعني القائمين على النقابات المهنيه، واكيد هنخلص في المساله دي سريعا يعني خلال طيب الجلسات اللي جايه. يعني وان كان عشان حضرتك ذكرت موضوع نقابه الصحفيين، فكره انه يمارس العمل لمده 10 سنوات او 15 سنه داخل مؤسسه صحفيه معينه، يعني دي اشياء متعودين عليها على نقابة الصحفيين في هذا، ويكون متأمن عليه داخل مؤسسة وما إلى ذلك. هل ده من المقترحات موجود؟ لا يعني مش بص، ده شأن داخلي للنقابة بتبقى في لوائحها، لكن تنظيم العمل ده هو اللي بيبقى ايه المهم بالنسبه للنقابه. لكن في امور بتبقى داخليه، ده بتساب للوائح هي اللي داخل كل نقابه وتخصها. لكن النقابات المهنيه بالتأكيد محتاجه يعني خطوه مهمه، اتاخرت كتير، لان بالفعل لانها عشان يقدر يقدم خدمه للاعضاء لابد ان يكون قانونه يسمح بحاجات كتير جدا. فمش يعني وللاسف كل ما تقعد مع حد يقول لك اصل القانون، وتكتشف ان في قوانين من الستينات ما حدش جه جنبها، وبالتالي طيب. دي ازمه كبيره. يعني انا هسال حضرتك سؤال وهنجيبه لكن بعد التقرير، عن فكره انه دايما المواطن بيسال، وهو فعلا انا بسمع عن تعاونيات مختلفه، نقابات مختلفه، أنا هستفيد إيه لو أنا سواء مشارك جوه النقابة أو عضو نقابة أو غير عضو نقابة، بشارك في تعاون ما، زراعي، يعني أيا كان المسمى، والعائد دائما على المواطن لأن ده هو الأهم. فهنجيب على هذا السؤال، لكن أستأذن حضرتك معانا تقرير عن الحوار الوطني ودوره المنتظر عموما في دعم العمل الأهلي، لأن احنا لسه هنتطرق كمان للعمل الأهلي. خلينا نشوف التقرير ونرجع نكمل مع حضرتك. أحرز العمل الأهلي نقلة نوعية ومكاسب غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد سنوات من التضييق، وأصبح للعمل الأهلي شواهد كثيرة في خدمة المواطنين وتوفير أفضل سبل المعيشة للمواطنين الأولى بالرعاية. ولذا تصدى الحوار الوطني لتلك القضية المهمة عبر طرح مناقشة ثرية حول تطوير العمل الأهلي في مصر، أملاً في دور أكبر للنقابات والمجتمع الأهلي عبر نقاشات ثرية حول قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، والبحث عن حلول لتحديات النقابات والتعاونيات بهدف تفعيل دورهم في خدمة المجتمع ومنحهم مساحات كبيرة غير مسبوقة وآفاق رحبة لا تصطدم بالعقوبات لممارسة عملها، الذي يضع في المقام الأول مصلحة المواطن في مقدمة أولوياته. نقاش هادف وبناء حول العمل الأهلي يهدف لإنتاج مقترحات عنه قابلة للتنفيذ تنظر في جل اهتمامها إلى مصلحة المواطنين. أنا بحكم من جديد، ولو رجعنا مع حضرتك مرة تانية يا أستاذ مجدي، وإن الناس تفهم حتى إنه أهمية عودة التعاونيات مرة أخرى لتحقيق فعلي على أرض الواقع، كيف يمكن الاستفادة منها؟ أنا كمواطن هستفيد إيه؟ طيب أنا كمواطن هستفيد، المفروض التعاونيات دي بتقدم خدمات بأسعار يعني مش رمزية، لكن هي مش استثمارية. أصل الهدف برضو من التعاونيات مش الربح بالشكل الكامل، لكن هي المفروض هي دورها تقدم خدمات بأسعار معينة. ويمكن
احنا افتقدنا التعاونيات خلال الفترات اللي فاتت، ويمكن حاولنا المرحلة دي يعني بنبحث عن بدائل لها، لكن في النهاية التعاونيات ركن أساسي من الأركان لاقتصاد الوطن المصري. يعني لك أن تتخيل أن التعاونيات حجم العمل فيها بيقدر بحوالي 70 مليار جنيه في السنة. يعني التعاونيات الإنتاجية بتشتغل بحوالي 70 مليار جنيه في السنة، رغم برضو أن هي ما بتشتغلش بالكفاءة العالية اللازمة ليها خلال المرحلة دي، لأن برضو زي ما قلت لحضرتك دورها قل، إمكانياتها قلت، فما بقتش تشتغل، ومع ذلك بتشتغل ب70 مليار جنيه في السنة. لكن لو طورناها أنا أعتقد أن المبلغ ده ممكن يتضاعف خلال المرحلة اللي جاية. إحنا محتاجين التعاونيات يعني لو تأهلت من جديد، إحنا محتاجين التعاونيات ممكن تخش في المشروعات القومية سواء في الزراعة أو في المنشآت المباني، يعني محتاجين إن هي زي تخش برضو في المبادرات اللي هي زي السلع الاستهلاكية المواطن أولا وغيرها 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 وغيرها، ممكن تضيف للمسألة وتخش كمنافس ليهم، وده كله يبقى في خدمة المواطن في الآخر. وبالتالي وأنا أعتقد إن هم كمان شغالين في مسألة إن يبقى في تعاونيات للتعليم، يعملوا مدارس تعاونية، وبالتالي المدارس التعاونية هتكون بأسعار أقل وميسرة للناس بشكل أفضل. يعني التعاونيات منظومة كبيرة جدا وضخمة وعندهم إمكانيات ضخمة جدا، لكن إعادتها للمشهد هيفيد الاقتصاد الوطني، وهتبقى رقم مهم، وهتساعد وهتبقى من أدوات يعني ايه تفعيلها، خاصة وان هي هتساعد برضو بشكل كبير في تقليل نسبة البطالة وتشغيل أعداد كبيرة. طيب بما اننا عرضنا تقرير عن العمل الاهلي وهننتقل لهذه النقطة، وعشان نتناقش ونتكلم اكتر ونبحث بينضم لنا الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس امناء الحوار الوطني. بنرحب بحضرتك طبعا يا دكتور. ولو احنا هنتحدث والمنتظر في مناقشة تعديلات لبعض القوانين الخاصة بالعمل الأهلي، الدولة خطت خطوات بالفعل في وجود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وما إلى ذلك، لكن إيه المنتظر من الجلسات المقبلة في هذه التعديلات؟ إيه اللي مطلوب من العمل الأهلي التنموي والعمل الأهلي بشكل عام والجمعيات الخاصة بالعمل الأهلي؟ يعني طبعا خلينا نتفق أن زي ما حضرتك قلت أن العمل الأهلي بيعيش هذا صوره، ودي حقيقة واقعة، ويمكن الفضل يرجع إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو كان فيه داعم يعني للعمل الاهلي بصور مختلفه، بدءا من ان هو وقف العمل بقانون 70 لسنه 2017 اللي كان بيمثل يعني طبعا عدم رضا من جمعيات واسس اهليه على مستوى مصر، واوقف العمل وطلب ان يتعمل حوار مجتمعي حوالين قانون جديد، وفعلا اتعمل حوار مجتمعي وصدر القانون 149 لسنه 2019 اللي هو فعلا تمشى مع الماده 75 من الدستور، اللي هي يعني جمعيات يتم انشائها وبتحصل على شخصيه بمجرد اختيار، وايضا وان الجمعيات تعمل بحريه ولا تدخل لجهات الاداره في شؤونها، وانه لا يجوز حلها او عزل مجلس الاداره الا بحكم قضائي، كل دي تناولها قانون 149 لسنه 2019. طبعا حضرتك عارف ان التشريع يعني كائن حي بيتعايش، وطبعا مع كل مرحله بيحتاج دايما تطوير، وعندما تمت يعني في مسؤوليه كبيره جدا على العمل الاهلي زي ما حضرتك ذكرت التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي اللي استطاع في خلال 10 شهور انه ينفق 14 مليار جنيه وزعت على المواطنين الاسر اكثر احتياجا في صور مختلفه، سواء خدمات علاجيه او مساعدات نقديه او برنامج تكافل الكرامه ل 600,000 اسره بتكلفه 2.5 مليار جنيه، يعني وايضا 149,000 مشروع صغير ومتناسقه، كل دي طبعا تمثل دور مهم جدا للعمل الاهلي التنموي. ولكن لما بنبدا بقى نعمل قراءه سريعه للقانون 149 سنه 2019 نلاقي ان هناك في عدد من الموضوعات اللي هو يعاد النظر فيها عشان ندفع ونقوي العمل الاهلي التنموي، ومنها على سبيل المثال الماده 17 اللي هي بتدي اعفاءات ومزايا للجمعيات والمؤسسات الاهليه، نلاقي ان الجمعيات والمؤسسات الاهليه بتتعامل معامله الاستهلاك المنزلي في الكهرباء والميه والغاز اللي هي تتحول بعد 1000 كيلو الى استهلاك تجاري. طيب المشروعات اللي بتقوم بها جمعيات سواء مستشفيات اللي بنساهم باكثر من 30% من جمله الخدمات الصحيه اللي تقدم للمواطنين، سواء المشروعات التعليميه، المشروعات الانتاجيه، المشروعات اللي هي الصغر، المشروعات الصغيره، فطبعا ده بيبقى عبء كبير على الجمعيات، والجمعيات اصلا كيانات لا تهدف الى الربح. فاحنا كل اللي بنطلبه ان احنا حتى نعامل معامله ملاك الشباب والانديه الرياضيه اللي بتحصل بتدفع 25% وبيحصل تخفيض 75%. طبعا ده برضه من ضمن الموضوع. نمره اثنين برضه عاده النظر في الضرايب
التي تفرض على الجامعات الأهلية. احنا كانت الربح بتاعنا مش بنوزعه على الأعضاء، الربح لو كان هناك ربح أو هامش ربح ده بيعود عن المواطنين في صور مختلفة، يعني صوت خدمات أخرى، تطوير الخدمات وغيرها يعني. أيضا صندوق دعم الجامعات الأهلية، احنا عايزين يكون صندوق مستقل وله شخصية اعتبارية، اللي بيها هو يعني يساعد الجمعيات في إقامة مشروعاتها التنموية. دي موضوعات يمكن أساسية هنتكلم فيها برضو. يعني احنا طبعا يهمنا ان احنا عايزين نقوي العمل الاهلي. العمل الاهلي ما بقاش رفاهية، ما بقاش يعني حاجة، لا حاجة أساسية. وزي ما حضرتك شايف ان الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني حضر المؤتمر الاول لتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي واثنى عليه. ايضا هناك مبادرات التحالف بيعملها مع الحكومات زي برنامج مع الحكومه زي مبادره ازرع وابدا وغيرها 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 من المبادرات اللي هي طبعا ده كل ده يخلينا لابد ان احنا عايزين نقوي العمل الاهلي ونزيل كل العقبات اللي ممكن تقف قصاده، على اساس ان احنا املنا في العمل الاهلي. العمل الاهلي بيساهم في كثير من حل كثير من المشاكل زي الاميه، البطاله، القضيه السكانيه وغيرها من الموضوعات دي كلها. العمل الاهلي بيصل الى الاسر في العزب والنجوح، ويمكن الحكومه ما تقدرش توصل لهم. العمل الاهلي ايضا بيساهم في المبادرات الرئاسيه 100 مليون صحه، مبادره حياه كريمه وغيرها من المبادرات الرئاسيه. العمل الاهلي طبعا احنا عايزين ثقافه التطوع تنتشر بين الشباب، ودي غاية في الأهمية. كل ده احنا بنقول حصيلة، فأعتقد ان احنا في الحوار الوطني ده ملف من الملفات اللي احنا نشتغل عليهم الحد القادم. نعم. ان شاء الله ناخد بتوصيات يعني تساعد وتساهم وتدعم العمل الاهلي حتى يحقق الهدف المرجو منه في خدمة الدولة وخدمة المجتمع. انا بشكرك طبعا يا دكتور طلعت على وجود حضرتك معانا. الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس امناء الحوار الوطني، شكرا جزيلا لحضرتك، وهرجع لحضرتك يا استاذ مجدي وتعليقك نقاط كثيرة وهامة جدا يمكن أثرها دكتور طلعت وقال لنا عليها، وأنا يعني كأن إحنا بندير هذا الحوار في هذه النقاط. شايف رؤية حضرتك إيه؟ رؤية اللجنة، هل في توصيات خاصة بكل هذه النقاط اتقدمت وليها شكل متبلور بالفعل؟ أولاً إحنا متوافقين تماماً مع قال الدكتور طلعت عبد القوي، لأنه هو قيمة برضو في العمل الآلي، قيمة مهمة جداً، وراجل يعني الملف يعني درسه بشكل كبير جداً. احنا بنعتبر في اللجنة ان العمل الاهلي هو احد برضو هو قاطرة من قاطرات التنمية في مصر، لان الجمعيات الاهلية او العمل الاهلي في مصر له دور، اصبح له دور مهم ويمكن تزايد بشكل كبير منذ فترة كورونا حتى الان. يعني اصبح الجمعيات الاهلية موجودة جوه الشوارع والحواري وقريبة من الناس وبتتعامل معها بشكل قوي وبتقدم للناس خدمات عديدة، منها ما هو عيني وما هو غير عين يعني، وبتقدم برضو يعني خدمات طبية وعلاجية، وبتقدم خدمات تعليمية ومعرفية وحاجات كتير جدا، أهمها اللي هو ممكن تساعد وتبقى ليها دور مهم جدا في مسألة الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر. احنا بالفعل محتاجين نلجأ لهذا الطريق عشان خاطر الاقتصاد الوطني. ده هيبقى لو الجمعيات التعاونيه سوري الجمعيات الاهليه مارس يعني ابتدت تمارس دورها اكتر في مساله الصناعه. ازاي؟ طب يعني كرؤيه مثلا أولا احنا مساله القانون ده لابد ان هو يتعدل، عشان خاطر تعديل القانون ده هيدي دفعه كبيره جدا لهذه الجمعيات عشان تقدر تمارس دورها بشكل افضل. مش معقول اعمل قانون يبقى الهدف منه تعطيل يعني تعطيل الجمعيات، او يعني ان في يبقى انا عندي مثلا 50% او 60% من الجمعيات مش قادره توقف اوضحها يعني. وبالتالي احنا محتاجين نسهل على هذه الجمعيات وندعمها. اولا لابد ان احنا ندعم هذه الجمعيات. الحاجه الثانيه لابد ان احنا ندرب الناس القائمين على هذه الجمعيات عشان كمان يبقى عندهم الادوات والخبره الكافيه ان هم يقدموا يعني خدمات للناس بشكل افضل، يعني لما اجيب واحد مدرب غير لما اجيب واحد مش مدرب يعني. طيب انا النهارده عشان خاطر اشغل هذه لازم ادي دعم، عندي لابد ان انا اربط ما بين هذه الجمعيات وبين جهاز المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر عشان خاطر يبقى هو بيدرب بالاتفاق مع هذا الجهاز عشان خاطر يقدر يجيب للناس مشروعات او دعم لهذه ان هم يعملوا هذه المشروعات.
صدقني العمل الاهلي في مصر يقدر يقوم بدور مهم جدا في بناء الاقتصاد المصري من خلال الصناعات الصغيره. احنا شايفين في دول كتير اقتصادها بيقوم على الصناعات الصغيره والمتوسطه الصغر بس، لكن احنا لو قدرنا في هذه المناطق الفقيره اللي بيبقى موجود فيها جمعيات قدرنا نساعدهم ان هم يشتغلوا، هنقلل البطاله بنسبه كبيره، هنعمل دوران لعجله الاقتصاد، هنقلل فاتوره الاستيراد لان هيبقى عندي منتجات كتيره معموله مش يعني هتغنيني عن المسألة. لابد ان احنا نساهم في إعادة صياغة المشهد بشكل افضل، تساهد يعني يساهم في زيادة نشاط هذه الجمعيات بشكل افضل. نعم. هنروح، احنا متعودين بنروح للسادة المشاهدين بس اللي بيبقوا موجودين في الشارع واللي بيتابعوا معانا، ونشارك السادة المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي عن اراء عموما بشكل عام ابرز القضايا المطروحة على طاولة الحوار الوطني. ايه ابرز المطالب اللي بتشوفها الشارع المصري؟ خلينا نتابع التقرير ونرجع نكمل مرة تانية. تعتبر اكتر قضية متابعة في الحوار الوطني تعتبر الزيادة السكانية في مصر او الكثافة السكانية في مصر عامة، ديت اللي بتقول لنتائج كتير غير ايجابية مع الوقت. اللي انا من خلال انا في مصر عارف امكانياتي ايه وامكانيات بلدي ايه واللي الدولة بتقوم بيه ايه عشان تحقق ايه من اهداف في خلال السنوات القادمة ان شاء الله. دي هتتطلب نوع من التضحية شوية. احنا شايفين ان الدولة عمالة تتجه للتوسع الافقي. التوسع الافقي يعني فيه بنية سكانية بتقوم، معها هيبقى في بنية صناعية هتقوم، في بنية تحتية هتقوم، في تنمية زراعية هتقوم طبقا للتوسع اللي موجود في بحر اللي ربنا سبحانه وتعالى محيط بلدنا بكذا جهة. طبعا انا عايز الحوار الوطني يركز على المواد الغذائية بالنسبة للمواطنين، مصانع كتيرة، زراعة كتيرة، تطوير علمي، بحث علمي باهتمام عشان دولتنا تبدأ انها تتقدم وتتطور. القضايا المجتمعية الأول حاجة، لأن القضايا المجتمعية دي قبل كده أثيرت ومحدش اتكلم فيها. يعني بالنسبة لقانون الأسرة، المفروض قانون الأسرة ده يعني من أهم القضايا المفروض نتكلم فيها دلوقتي، والمهم تصوار في الحوار الوطني. المهم يعني ده تتعرض من أولويات الحوار الوطني، أهم حاجة الأسرة المصرية. الأسرة المصرية على المقام الأول في مسألة الايه؟ الحوار الوطني. ازاي نستغل الموارد البشريه اللي عندنا احسن استغلال، يعني انه زي الصين او زي اليابان او بعض الدول اللي هي عدد سكانها بيبقى كبير جدا وقدرت انها تستغلهم استغلال كافي. ازاي نقدر نستثمر ده، لان ده يعتبر استثمار من ضمن الاستثمارات الموجوده المهمه جدا اللي احنا لازم نستفاد بيها. انا انتظر حوار وطني حاجه واحده بس، ان يخرج طفل مبتكر. الى الان الحوار الوطني ماشي في سكه يعني منفتحه على المجتمع، بس منتظرين مشاركة من الشباب أكثر وأكثر في مواضيع صريحة، مواضيع تحس يعني تمس البلد، مواضيع تمس الشارع المصري، ألا وهي البطالة مثلا على سبيل المثال. لازم الشباب عاوز فرص عمل، هي موجودة بس لازم نحسس الشباب إن الشغل هو السبيل الوحيد في التنمية. طيب قبل ما ننتقل لمحور آخر داخل لجنة النقابات يعني والمجتمع الأهلي بالحوار الوطني، رأي حضرتك في آراء الناس وإن كانت مختلفة ديموغرافيا، الأعمار والسيدات وشباب وما إلى ذلك، اللي اتكلم عن الزراعة، اللي اتكلم عن الطفل المبتكر، اللي اتكلم عن الشباب والبطالة، اللي اتكلم عن إزاي الطاقة البشرية والموارد البشرية، شايف حضرتك إيه مشاركة الناس في ده؟ يؤكد ثقة الناس في الحوار الوطني، وان الناس ما يعني كل واحد عنده مشكله او بيرى مشكله عايز ان الحوار الوطني يناقشها. عشان كده احنا بنقول الحوار الوطني ده مش مجرد، المفروض ما يبقاش مجرد كيان يناقش مجموعه من الموضوعات وخلاص على كده، لا احنا شايفين الحوار الوطني ده لازم دوره يستمر خلال المرحله. احنا الحوار الوطني مش بديل عن مؤسسات الدوله، ولكن مجرد كيان بيطرح بعض الافكار، بيطرح بعض الرؤى، خاصه وان كل الاطراف قاعده على ترابيزه واحده. احنا يهمنا ان احنا نخش الجمهورية الجديدة وكلنا متفقين حوالين، مش هقول كل المرحلة القادمة او شكل المرحلة، لا لا لا، يعني على الاقل 70-80% من الموضوعات اللي كانت محل جدل او محل خلاف. وده وان احنا نوصل ل 70 او 80%
من التوافق حوالين القضايا اللي كانت محل خلاف، انا اعتبر ان هذا نجاح رائع للحوار الوطني. وصدقني لما انت بتيجي النهارده تشوف ايه الروح اللي موجوده داخل الحوار او داخل اللجان واثناء المناقشات بين الاطراف اللي كانت تقريبا يعني متباعده عن بعضها، يؤكد لك نجاح هذا الحوار ونجاح فكره الحوار نفسها، لان الحوار ما بيجيش بين طرف واحد، يعني ناس اصحاب راي واحد هيبقى بينهم حوار ايه؟ لابد ان يكون هناك حوار بين اطراف ترى ان كل واحد يعني ايه ليها وجهه نظر مختلفه. وصدقني كل المصريين وطنيين وكل المصريين بيحبوا بلدهم، بس كل واحد بيحبها بالطريقه اللي هو شايفها مناسبه. ولما الناس محل خلاف بتكون محل تكامل. طبعا، ولما الناس بتقعد وتتناقش حوالين القضايا وتلاقي ان في روح او في قناعات ان احنا لابد ان احنا يعني في نصلح بعض الامور او نوصل لحلول لبعض الامور، الكل بيبقى بينصهر جوه كيان واحد وبتبقى الهدف هو المصلحه العامه. طيب عشان الوقت وما الى ذلك، واحنا ما اتكلمناش على مستوى عمال مصر. نعم. ايه لحد دلوقتي قدمه اتحاد عمال مصر للحوار او امام او مطالباته امام الحوار الوطني، وماذا يرى الحوار الوطني في لجانه ومناقشاته والشارع؟ احنا بنقول الناس بتتكلم عن العمال والبطاله والعامل المصري وما الى ذلك. هذا الملف ملف هام جدا، سواء فيما يطلبه العمال وما مطلوب من العمال وما آلية أيضا عمل العمال المصريين. شوف، إحنا من ضمن من أهم أولوياتنا في الحوار الوطني يعني بالنسبة للعمال هو قانون العمل. إحنا بقالنا سنين بنناقش في قانون العمل، ولكن لغاية النهاردة هذا القانون لم يخرج إلى النور. يعني يمكن فترة من الفترات أو في البرلمان السابق كان القانون وصل للجلسة العامة، في البرلمان الحالي لا، قالوا لابد إن يعني إن إحنا نرى إن إحنا يعني يرجع تاني لمجلس الشيوخ. وبالفعل رجع مجلس الشيوخ وتم إجراء بعض التعديلات المهمة عليه، راح مجلس النواب. لكن بعض الناس يعني في ناس اختلفت حوالين بعض المواد، وفي ناس أخرى منهم العمال كانت ترى أن لازم القانون أو مشروع القانون يضاف عليه بعض المواد أو بعض التعديلات الأخرى. عشان كده يمكن إحنا شفنا الرئيس في عيد العمال أعاد مشروع القانون إلى يعني المجلس الأعلى للحوار عشان الاجتماعي، عشان خاطر يعني كل الناس ترجع تتناقش تاني حوالين مشروع القانون ونخلصه. احنا كعمال كنا نرى ان لابد من اعادة هذا القانون الى الحوار من جديد، لان احنا عندنا نقطتين مهمين جدا في هذا الحوار. ايه هي اهم النقاط دي؟ اهم نقطتين بالنسبة لنا، ان احنا خلال الفترة اللي فاتت ظهرت بعض الانماط الوظيفية. هذه الانماط الوظيفية ملهاش زي العمل عن بعد وزي يعني حاجات كتير جدا، انماط وظيفية جديدة ملهاش مواد في قانون العمل. لابد ان انا اعمل صيغه ازاي احمي حقوق او انظم عمل هذه الفئات الجديده اللي دخلت سوق العمل او المهن الجديده اللي دخلت سوق العمل. دي نمره واحد. نمره اتنين، احنا لما جه يتعمل مشروع قانون العمل كان عندنا وزاره اسمها وزاره التعليم الفني والتدريب المهني، وبالتالي التدريب المهني لم يكن موجود في قانون العمل على اعتبار ان هو يتبع وزاره اخرى ويتبع يعني له موضوع تاني يعني. طيب الوزاره دي خلاص ما بقتش موجوده، فلابد النهارده ان انا اضع بنود جديده داخل مشروع القانون تنظم هذا التدريب المهني اللي هو اصبح النهارده مطلب مهم جدا، عشان خاطر يعني ايه احل بيه مشاكل كتيره موجوده في سوق العمل. يعني يبقى تابع لوزاره التعليم والتعليم الفني ولا القوى العامله دلوقتي؟ لا، المقترح اللي مطلوب ايه؟ احنا المقترح اللي موجود لينا بالنسبه للتدريب المهني، احنا شايفين ان في وزارات كتير جدا عندها مراكز تدريب مهني، وهذه المراكز بتصرف عليها مبالغ كتيره، بس كل واحد شغال في سكه مختلفه عن الاخرى. احنا محتاجين ان التدريب المهني يبقى منظومه كامله متكامله، بحيث زي ما قلت لحضرتك من شويه عندي انماط وظيفيه جديده بس ما عنديش ليها مخرجات تعليم دلوقتي في الوقت الحالي. عندنا عملنا جامعات تكنولوجيه، عملنا يعني مدارس مهنيه، لكن عشان يتخرج من هذه الجامعات محتاج وقت. طب عندي فجوه دلوقتي، ايه اللي هيسد لي الفجوه؟ لابد في بعض اصحاب الاعمال للاسف بتلجا تجيب يعني ناس من بره بتستورد العماله، وانا عندي بطاله، وبالتالي لابد ان يكون حاضر التدريب المهني ويكون هو همزه الوصل ما بين الانماط الوظيفيه الجديده وبين طوابير الناس او الناس اللي واقفه عندها بطاله، فبدرب دول عشان خاطر يسدوا لي الفجوه التوظيفيه الوظيفيه اللي موجوده. ده بالاضافه الى ان انا دوله مصدره للعماله، ايه المانع ان انا اعمل احتياطات
بان انا مثلا اي ناس تيجي تطلب وظائف من مصر او عماله من مصر لابد انها تخرج من مركز التدريب. احنا للاسف اعتمدنا على فهلاوه في فتره من الفترات كشروط يعني احنا لابد اصل مركز التدريب عشان يبقى في حمايه ليهم، لان في بعض كتير من يعني كان في شكاوى بتجيلنا كاعلاميين للعماله اللي بتستقطب سواء يعني بيتعاملوا بقى مع وزاره الهجره لا في ناس بتتعامل مع سمسرة. لا انا اقصد بيتعامل في مشاكله انا طبعا ده حقيقي بيتعامل مع سمسرة ومكاتب اللي هي اللي بتبقى من تحت السلم وما الى ذلك، لكن اقصد اللي بيناقش مشاكله وزاره الهجره. نعم. فهل برضو في مقترحات؟ هو ده يعني هو في سياسه الدوله دلوقتي، ويمكن احنا شفنا لما كان في بصيص امل في اصلاح الاحوال في ليبيا جم جري يطلبوا عماله من مصر. الحكومه المصريه اشترطت ايه بقى؟ قالت لابد ان يكون هناك ربط الكتروني، واللي يبعت العماله هي وزاره القوى العامله. بمعنى ايه ربط الكتروني؟ ان انا ابقى عارف ان العامل ده هيطلع من مصر يشتغل في الحته الفلانيه بالاجر الفلاني وعليه تامين صحي كذا وعليه تامين اجتماعي كذا. دي حمايه، شبكه حمايه كامله للعماله اللي موجوده. ولو احنا طبقنا ده في كل مع العماله المصريه اللي موجوده في معظم خاصه الدول العربيه، بالتاكيد العامل المصري هيبقى في امان. النهارده لما انا اتفق مع حكومه تتفق مع حكومه، دي بتامن حقوق الناس الماليه والصحيه، وبتامنه كمان تامين. انا يعني كانت في فتره من الفترات لما كانت عماله مصريه بتروح مثلا دوله زي ليبيا وقامت فيها المشاكل، انا ما ببقاش العماله في عارفها هي فين. انا ليه ابقى عارف ان ليا ناس هناك بس انا ما اعرفش هي فين، مش عارف احميهم، مش عارف اروح لهم، مش عارف اوصل ليهم ازاي. لكن مساله الربط الالكتروني ده بالتاكيد هيبقى عامل مهم جدا لصالح العماله المصريه قبل ما يكون لصالح الحكومه. طيب انا عشان يعني الحته دي مثيرة لاهتمامي أكتر في فكرة، حتى زي ما حضرتك بتقول واللي بيرجع، هل ده ساعتها لما يبقى عندي الداتابيز أو المعلومات الخاصة دي أعرف أستخدم الناس اللي راجعة دي وأشغلهم في الأماكن اللي ممكن أنا أستفيد بيها كاقتصاد؟ يعني أقصد كميزة عندي حصر تكون عندي. احنا عندنا مشكلة كانت رهيبة في مصر خلال السنوات، ما عندناش حصر الحاجة. يعني إيه؟ ما تعرفش كم عملتك اللي شغاله هنا ولا هنا. دي حاجات متراكمه من فترات طويله. يعني انت ما عندكش والتخصصات ان ممكن حد بيشتغل شغلانه او خريج مكان فلان بيروح يشتغل شغلانه تانية وخلاص عشان ده اللي عايز يخرج بره ويشتغل وخلاص. وعلى فكره ده كمان عمل لنا مشكله برضو في تصدير العماله. إن النهارده واحد ياخد واحد يقول اصل ده سباك مثلا ويطلع مش سباك هناك، فما رضوش يجي ياخد عماله تاني من مصر. فاحنا عايزين اعاده تنظيم المشهد من جديد عشان خاطر نعيد دور العماله المصريه في الخارج. ده بالاضافه ان احنا كمان نفك او نحل بعض المشاكل الوظيفيه اللي موجوده داخل مصر. طيب قبل ما ننهي الحلقه، وده مهم دايما، احنا عندنا بس رؤيه مصر، ما تكلمناش عن العماله غير المنتظمه يعني هو طبعا والعماله غير المنتظمه ودي يمكن دي حاجه من النقاط الهامه جدا. ويعني الدوله سيد الرئيس لما حصلت ازمه كورونا كان فكره انه ازاي يتم حصر، وهل ده فعلا فادنا بشكل كبير؟ يعني بص، العماله غير المنتظمه الدوله قدمت لها كتير خلال الفتره اللي فاتت، يعني سواء تشريعيا او سواء على المستوى المادي او المعنوي كمان. النهارده انت بتعيد كمان العماله غير المنتظمه قيمتها داخل المجتمع. العماله غير المنتظمه قعدت فترات طويله ما حدش يسال فيها ولا يعرف عنها حاجه، ولا عنده بيانات ولا عنده معلومات ولا بيشتغلوا ازاي. انت النهارده جيت تعمل مثلا قانون تامين صحي، فكان في ماده التامين الصحي الجديد، فكان في ماده بتقول كل من يحمل الجنسيه المصريه سيكون تحت مظله التامين الصحي، وان الدوله سوف تتحمل قيمه الشراء غير القدري اللي هم العماله غير المنتظمه. في قانون التامين الاجتماعي اللي طبق 21 الخزانه العامه للدوله تتحمل قيمه اشتراك صاحب العمل بالنسبه للعماله غير المنتظمه، والعامل يتحمل قيمه اشتراكه فقط. وبالتالي انت عملت له ستر اجتماعي، تامين صحي يتعالج لو جرى له حاجه، ومعاش للاسف لما يجي يخرج معاش او تعرض لمكروه. ده العماله غير المنتظمه. ده بالاضافه بقى لان انت بتصرف له 500 جنيه شهادات امان، وعملت له تاني جديد ده شهادات امان، وبتعمل له كمان صندوق يحل مشاكله لما يكون عنده ازمات، اللي هو صندوق الطوارئ للعماله غير المنتظمه. يتبقى حاجه ازاي تنقل ده من الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي. هو ده اللي المفروض يبقى قضيتنا في الحوار الوطني على فكره، والهدف من نقله هو حمايه الناس دي
وازاي تعظم دورها في المجتمع وازاي تعظم دورها في الاقتصاد وازاي كمان هو يقدر يعمل يعني زي ما يعني يتحول من راجل بياع سريح الى صاحب مشروع صغير. ده حماية للطبقة للنوعية دي من العمالة وأيضا دعم للاقتصاد الوطني. طيب سريعا يعني في أقل من دقيقتين لأن دايما بنسأل عن الرؤية المستقبلية وهو ده هدف احنا عندنا في الحوار الوطني رؤية مصر 2030 موجودة، المنتظر من لجنة النقابات والمجتمع الأهلي شايفين ايه في ترتيب الأولويات التوقع والتفاؤل اللي حضرتك بدأنا به في أول سؤال، ايه المنتظر كمان؟ المنتظر احنا شايفين ان في رؤى يعني في توافق زي ما قلت لك احنا لجنه نوعيه، لجنه بتتعامل مع ناس مطلبيه اساسا سواء في العمل العمالي او في العمل او في النقابات المهنيه، احنا لجنه المفروض يعني انا شايف ان الرؤيه ان احنا هنحل كثير من المشاكل اللي كانت موجوده خلال الفتره اللي فاتت، يعني بالتاكيد هيبقى في قوانين جديده لبعض النقابات المهنيه، بالتاكيد هيبقى في نقاش او وصول لحلول في ملف النقابات العماليه، احنا شايفين عندنا دعمتين مهمين جدا للاقتصاد الوطني سواء في العمل الاهلي او في التعاونيات، بالتاكيد يمكن احنا عندنا ده مش غريب ان احنا مثلا عندنا قاعده بره يعني مع التعاونيات عشان خاطر يعني نحل بعض نراجع القانون بتاعهم ونبتدي نشتغل، لا في شغل هيتم خلال الفتره اللي جايه ويعني الناس عندها روح ايجابيه لحل كثير من المشاكل اللي هي كانت بتواجه خلال الفتره اللي فاتت، وبالتالي هيبقى في حل للموضوعات مهمه والناس هتسمع اخبار جيده خلال المرحله اللي جايه من لحل الكثير من مشاكلهم. يعني ان شاء الله ده اللي منتظرينه، ويوم الحد اللي جاي هننتظر كل هذه المناقشات وكل هذه المقترحات واللي حضرتك بتقوله ان شاء الله يتم فيما يفيد المواطن فيما يفيد من يعمل في النقابات والتعاونيات وما الى ذلك. الاستاذ مجدي البدوي مقرر مساعد لجنه النقابات والمجتمع الاهلي بالحوار الوطني نورتنا النهارده. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا لحضرتك، واحنا مستمرين مع حضراتكم دايما في الحوار الوطني. خلصت حلقتنا النهارده من برنامج الحوار الوطني، ناقشنا فيها بعض الموضوعات الهامه التي بتخص المحور السياسي. هنلتقي بكره ان شاء الله في حلقه جديده من الحوار الوطني في السابعه، دايما بنكون موجودين مع حضراتكم كل يوم ما عدا يوم الاثنين بيكون معاكم كلام في السياسة في السابعة مساء. شرفت بحضراتكم النهاردة محمود السعيد.